قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني. باب الهمز المفرد. إذا سكنت فاء من الفعل همزات فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكمالا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصيلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزيه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتيلا ومؤصلة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الآداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا وولاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبات ويألتكم الدور والإبدال يجتالا وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقالا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهيلاً.